جاك كلب مالينو عمر 6 شهور. ريتا كلبة لعبية جدا وما بتبطلش لعب وبتحب تتنطط كتير. النهاردة معنا دورة تانية يا جماعة من التدريب، بس هيكون مع كلبين اتنين بس، جاك وريتا. الاتنين اخوات جايين مع بعض، والمفروض ان هما داخلين عندنا تأهيل. احنا خلينا التأهيل بقى معاهم تدريب، يعني بالعربي كده شغالين معاهم واحدة واحدة. عندي جاك كلب عاقل شوية وبيفهم، ريتا كلبة لعبية جدا ومهيبرة. في الشراسة كمان كانت ضعيفة، بس الحمد لله قدرنا نخليها ان محدش يحط ايده عليها وتعض. اما جاك فالحمد لله شغال 100 100، وبسم الله ما شاء الله عليه في الشراسة وفي الطاعة ذكي جدا. من غير صوت. طبعا اللي هو بيعمله ده يا جماعه دي حاجه عاديه جدا، لان سن الكلب اللي بيحتم عليه بكده. تمام، برضو شويه الدلع والحبه عشان صغير. اقعد. شاطر. اقعد. يلا فوق. سلم. انزل تحت. شاطر. تعالوا نشوفوا ريتا. المره الجايه جاك هنبدا ان احنا نطلقه. تمام، يعني هنبدا ان احنا نحركه من غير ليش. اقعدي سليم. شاطره. يلا اقعدي سليم. سليم سليم. يلا يلا. تعباني معاك انت سليم. يلا سليم. ايوه كده شاطره سليم. يلا ايوه كده. انزلي تحت. ايوه كده تحت. اقعدي لاحظوا ان احنا ما بنتكلمش كتير مع الكلاب دي.
لازم انت ترفع رجلك لوحدك من غير انا ما نتدخل خالص. ايوه كده. تبع التدريب برضو. خد. نادي اخواتك. صديق الفلاح ده. صديق الفلاح والله. يعني ده صاحب عم منصور. وصاحب الناس اللي بره دي كلها. بيفيد الناس في الارض ان هو ياكل الدودة. للناس اللي مش عارفة ده اسمه ابو اردان. ده شغله ان هو بيفيد الناس اصحاب الاراضي الزراعيه ان هو ياكل الدوده من الزرع والحاجات دي. برضو انا واخده تدريب، يعني مستلمه تدريب لمده شهر بس. صاحبه ما دفعش عربون. خد تعال تعال تعال. نسموه ايه؟ نسموه ايه؟ نسموه ايه؟ خد يا بايدي.